كايدو يعلن انتصاره ضد لوفي، لوفي واقع في الميه وعلى وشك الموت، تشوبر ضد كوين والمعركه قويه ما بينهم، لكن التفوق برضه عند كوين. إلى جميع من في القلعة، في معركة السطح كايدو ضد قبعة القش لوفي، المنتصر هو كايدو ملك الوحوش. اتشوبر قلقان وعمال يعيط، التحالف والساموراي وكلهم متذبذبين ومش عارفين يكملوا القتال ولا لا. الكلام ده هيخفض من معنويات الحلف. لا احنا مش عارفين الكلام ده بجد ولا كده. كوين واقف قدام تشوبر وعمال يتريق عليه، بيرو اسبرو عمال يهاجم عليهم بالاسهم بتاعته، الساموراي بيتصابوا منه ومش عارفين يهربوا، بيهاجم كوين على تشوبر وخلاص هيقتله. وفجاه دخول جامد جدا، سانجي بيضرب كوين وبينقذ تشوبر وبيفضل يضرب فيه ضربات سريعه ورا بعض، وهو بيضرب فيه بيبعد الاسهم عن الجميع لحد ما كوين بيقع على الارض. تشوبر عمال يعيط تاني من ان كلام لوفي خسر وكده، لكن سانجي بيطمنه وبيقول له انت نسيت كم مره حصل الموضوع ده، وكان دايما لوفي بيرجع تاني. بيدي سانجي زورو لتشوبر عشان يعالجه وكمان عشان يعرف يقتل كوين. في الطابق الاول عند كايدو، كيمون مهزوم على الارض وسيفه مكسور وشكله هو كمان متدمر على الاخر، لكن برضه مش عاوز يسيب كايدو يروح ورا مومونوسكي، بيغرس السيف في رجله وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض لما كان بيناديله بابي. ذكرياتهم كانت جميله جدا. انا اسف، اسف اودين سما، ما قدرتش احميه، اسف يا اصدقاء، ما قدرتش ادافع عن الوريث الوحيد لوفي، املنا وامل كل الساموراي وبلدوانه كلهم متعلقين على كتافك انت. وفجاه كايدو بيمسك سيف من على الارض وبيرشقه بجسمه كيمو، ومع اخر كلمات وفلسفه الاشرار مت نقيا وبشرف المحاربين، فالهزيمه دايما يصعب تقبلها. شينوبي ومومونوسكي عمالين يجروا، مومونوسكي شايل الضفدع اللي كان بيراقبهم في ايده وبيعرف كل الموجودين بكلام لوفي الاخير ان لوفي حي وهيرجع تاني لمحاربة كايدو. انا عارف ان الامر صعب عليكم، لكن ارجوكم كملوا القتال زي ما انتم حتى اخر نفس في حياتكم. في سفينة لو تحت البحر. ايه ده؟ مش ده لوفي؟ ايوه بسرعه اجري عليه عشان ننقذه. في الاتجاه التاني نامي واوسب لسه بيجروا وكلهم فرحانين ان لوفي لسه بخير، وبنشوف زيزو بقى في عصايه الطقس بتاعت نامي. في اليمه التانيه البيج مام بتهاجم على كيد لحد ما بيوصل لو وبيقفوا هما الاتنين في مواجهه البيج مام. كايدو واقف وبيبص لفوق ونشوف اللي بينادي عليه، يا ماتو المفروض انك بتنادي لي بابي، ما هو انا جاي النهارده عشان اكسر الروابط اللي بيني وبينك. تكسر الروابط؟ هتقدر؟ في اليمه التانيه نامي ضد اوليتي اللي طلعت لسه عايشه وما ماتتش من ضربه البيج مام، بتطلع نامي الرعد من العصايه بتاعتها، لكن بنتفاجئ ان زيس هو اللي خرج. ازاي ده حصل؟ لسه ما بانش، لكن اكيد هيبان قدام. بيتحول زيس لشكل الرعد بتاعه وبينزل بيها على اوليتي وبيهزمها. بتشوفهم باو وبتعرف كل الموجودين ان في اتنين من التوب روب اتهزموا، وكل في حاله قلقان بيمسك اوسب بباو وبيخلي اوتاما تتكلم فيه، وبتعرف كل الناس اللي اكلت الدنغ بتاعها. لكن قبل ما نعرف قالت ايه، تعالوا نشوف كايدو. كايدو بيتحول لشكل التنين وبيطلع عند ياماتو فوق وبياخد باله ان ابنه شال الاصفاد المتفجر من ايده. بعد ما طردك من هنا يا كايدو انا هروح مع لوفي. لا ما تقلقش انا مش هتحرك من بلد وانا. كايدو بيرجع لشكله الاصلي، انت عارف انك مش هتقدر تهزمني، فخليك معايا احسن وكون شغل بلد وانا. ياماتو بيرفض وبيعرفه ان قبعه القش لوفي هو اللي اودين كان مستنيه، ولحد ما يجي انا هقف في وشك. وبضربه واحده من كايدو على ياماتو بتزلزل السطح كله، والمعركه بتبدا ما بين الاثنين. طيب يا جماعه انا كنت بجرب بس، لكن عاوز اعرفكم ان الماجنا اصعب من حلقات الانمي، فممكن اتاخر شويه في التنزيل بتاعها. اكتبوا لي كومنت تحت لو عجبكم الفيديو ده عشان رايكم بيهمني جدا، وما تنساش الاشتراك واللايك نظرا للمجهود اللي احنا بنأديه، وشكرا ليكم.